طلبات، نستعرض مع بعض ايه هي قواعد والاسس اللي هنشتغل عليها ان شاء الله في ماده الافات الزراعيه. اول واحده عندنا في المنهج بتتكلم عن مظاهر الاصابه والضرر بالافات الزراعيه، سواء كان افات حشريه او افات نباتيه او حتى افات حيوانيه. اول حاجه هنبدا بيها يعني ايه افه، او تعريف الافه. الافه عموما هي اي كائن حي بيضر بالانسان وممتلكاته، يعني اي شيء ياخذ صفه الحياه ويضر بالانسان وما يمتلكه الانسان، سواء كان ماكل او ملبس او اساس او اي شيء بيملكه الانسان، فهو بيمثل لي في هذه الحاله آفة ضارة بالنسبة للإنسان أو حتى للنبات أو حتى للحيوان. يبقى لما أجي أعرف الآفة عموما هي أي كائن حي بيضر بالإنسان وممتلكاته. طيب الآفات دي نوع واحد؟ لا، هي أكثر من نوع. أنا عندي أنواع متعددة للآفات، إحنا قسمناهم إلى 3 أقسام رئيسية. أول نوع أو أول قسم بقول عليه آفات نباتية، يعني بتتبع المملكة النباتية. طيب زي إيه الآفات النباتية اللي عندي؟ زي الحشائش. طبعا الحشائش مقصود بيها اي نمو خضري يظهر في التربة بخلاف المحصول الرئيسي، يعني حتى لو كان محصول اقتصادي او ذو عائد اقتصادي ونما في التربة، انا مش زرعه بايدي او ما كنتش قاصد ان انا ازرعه، فهو بالنسبة لي يعتبر حشيشة، لانه هو بيشارك المحصول الرئيسي في المكان، يعني في التربة وايضا في الغذاء اللي هي العناصر الغذائية والمخصبات اللي موجودة في التربة والاحتياجات المائية. ففي الحالة دي الحشيشة بالنسبة لي تعتبر آفة. أيضا من ضمن أنواع الآفات النباتية الطحالب. الطحالب أنتوا عارفين إنه الطحالب دي بتبقى عبارة عن مجموعة من الخيوط بتنمو على سطح الماء، وخصوصا المياه الراكدة، بيطلق عليها العامة مصطلح الريم. والطحالب عموما بتبقى أنواع متعددة جدا، وبنقسمها لأكثر من قسم، يعني على حسب اللون. في عندي الطحالب الخضراء، في عندي الطحالب البنية، في عندي الطحالب الصفراء، في عندي ما يسمى بالدياتومات، في عندي نوع آخر من الطحالب بقول عليه السيانوبكتيريا أو الطحالب الخضراء المزرقة، ودي لها فايدة كبيرة جدا في تثبيت أزوت الهواء الجوي على جذور النباتات النجيلية زي الأرز والقمح والذرة. طيب غير الطحالب عندي في حاجة اسمها النباتات الزهرية المتطفلة. يعني ايه نبات زهري؟ يعني نبات بيكون أزهار. طب ليه هو متطفل؟ بيكون متطفل على النبات أو على المحصول لأنه لا يستطيع أن يجهز غذائه بنفسه، بينقصه إما الكلوروفيل أو إما الجذور، في الحالة دي بسميه نبات زهري كامل التطفل. والأمثلة اللي عندي كثيرة جدا، منها الهالوك، منها الحمول. الهالوك طبعا بيتطفل على الفول والطماطم، والحمول من النباتات الزهرية اللي بتتطفل على البرسيم والكتان. وأيضا في نبات ناقص التطفل بيتطفل على الذرة الشامية وقصب السكر، بقول عليه نبات العدار. في أيضا من ضمن الآفات النباتية الفطريات. الفطريات دي عبارة عن إيه؟ الفطريات بتبقى عبارة عن كائنات حية دقيقة، إما أن تكون وحيدة الخلية زي فطر الخميرة، أو عديدة أو متعددة الخلايا، يعني جسمها بيتكون من أكثر من خلية. ودي طبعا زي بقية أنواع الفطريات. والفطريات بتتقسم إلى 5 أقسام رئيسية على حسب نوع التكاثر الجنسي. في عندي فطريات بيضية وبتتكاثر جنسيا بتكوين جراثيم البيضية، والأمثلة بتاعتنا اللي هي الفطريات البيضية اللي بتسبب أمراض البياض الزغبي. في عندي فطريات زيجية، يعني بتتكاثر تكاثر جنسي بتكوين الجراثيم الزيجية ولا جنسي بتكوين الجراثيم الاسبورانجية. والمثال اللي عندي الفطريات اللي بتسبب الأعفان زي فطر عفن الخبز. والنوع الثالث اللي هي الفطريات الأسقية، يعني الفطريات اللي بتتكاثر تكاثر جنسي بتكوين الجراثيم الأسقية. والمثال اللي عندي زي الفطريات اللي هي مسببة لأمراض البياض الدقيقي. والمثال الرابع أو النوع الرابع اللي عندي اللي هي الفطريات البازيدية، وهي نوع من أنواع الفطريات بيتكاثر تكاثر جنسي بتكوين الجراثيم البازيدية.
والمثال اللي عندي الفطريات البازيدية اللي هي بتسبب أمراض التفحمات وأمراض الأصداء، وهنتطرق لهذا الجزء إن شاء الله في الحلقات المخصصة لمادة أمراض النبات. والنوع الخامس والأخير من الفطريات اللي هي الفطريات الناقصة، وسميت ناقصة لأنه لم يعرف ليها طور تكاثر جنسي حتى الآن. بعد الفطريات البكتيريا، البكتيريا طبعا كائنات حية دقيقة لا ترى بالعين المجردة، ولكن يمكن رؤيتها بالميكروسكوب الضوئي العادي. بتمتاز بسرعة تكاثرها بالانقسام الثنائي البسيط وقدرتها على تحليل المواد العضوية أو المخلفات العضوية. والبكتيريا العصوية القصيرة هي من أخطر الأنواع اللي بتسبب أمراض للنبات. أيضا من ضمن أنواع الآفات، الآفات الحيوانية. الآفات الحيوانية يعني بتتبع المملكة الحيوانية. الأنواع عندي متعددة وكثيرة جدا، هي من ضمنها الأقروصات. والأقروص عبارة عن عنكبوت بس بيكون صغير في الحجم، بيصعب رؤيته بالعين المجردة. ممكن أشوفه بالعين المجردة ولكن هو بيبقى سريع الحركة وصعب الملاحظة. والأقروص النباتي بيمتاز إنه أجزاء الفم بتاعته بتكون من النوع الثاقب الماس أو متحورة لامتصاص عصارة النبات، وده من الخطورة بمكان إنه هو بيمص العصارة وأيضا بيضعف النبات، وأثناء امتصاص العصارة بيعمل على نقل العديد من المسببات المرضية مثل الأمراض الفيروسية والأمراض البكتيرية. أيضا النيماتودة من ضمن أنواع الآفات الحيوانية. النيماتودة، النيماتودة عبارة عن حيوانات ميكروسكوبية، يعني يصعب رؤيتها بالعين المجردة. طيب ممكن أشوفها بإيه؟ ممكن أشوفها باستخدام العدسات المكبرة أو استخدام الميكروسكوب الضوئي العادي. بتتحرك حركة دودية، حركة ثعبانية، هي بتتبع فايلم نيماتودا أو فايلم نيماتي المنسز أو اللي احنا بنقول عليه الديدان الأسطوانية. والنيماتودا طبعا تعتبر هي من تاني أخطر الآفات بعد الحشرات ضررا، أو اللي بتسبب أضرار على المحاصيل المختلفة، سواء كان محاصيل حقلية أو محاصيل خضر أو محاصيل فاكهة أو محاصيل زينة أو حتى نباتات طبية وعطرية. النيماتودة متعددة العوائل اللي احنا بنقول عليه بوليفاجوس. من ضمن أيضا الآفات الحيوانية القوارض. القوارض طبعا معروف إن هي بتشمل الفئران والجرذان، وانتوا عارفين إن القوارض ربنا حباها بالعديد من المميزات، لأن هي بتبقى سرعة التكاثر سريعة في التكاثر، عدد إنتاج المواليد في المرة الواحدة بيكون أكثر من فرد، أيضا بقدرتها على الذكاء، عندها ذكاء طبعا، وبتختبئ أو بتعيش في الجحور، وعندها قدرة على التأقلم مع الظروف البيئية الغير ملائمة. ولذلك تعتبر الفئران من أنواع الآفات الحيوانية الخطيرة جدا على المحاصيل، سواء كان محاصيل أثناء تواجدها في الحقل أو حتى في المخزن أو حتى المواد الاقتصادية الهامة للإنسان زي كابلات التيار الكهربي أو أيضا المواد البلاستيكية. هي لابد أن تكون في حالة من التغذية باستمرار أو قرض الأجزاء باستمرار، نظرا لأنه القواطع الأمامية للفأر لابد أن هي بتنمو باستمرار، فلابد أن هو يعمل لها عملية بري لكي لا يتضرر الفأر. أيضا من ضمن أنواع الآفات الحيوانية الطيور. الطيور أنواع مختلفة جدا، في منها أنواع بتعتبر أنواع ضارة، وفي أيضا أنواع بتعتبر أنواع نافعة بتستخدم للزينة وبتستخدم أيضا للأبحاث العلمية. الطيور طبعا اللي بتضر بالمحاصيل المختلفة زي المحاصيل الحبوب، بتسبب خسائر فادحة للاقتصاد الزراعي سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الدولي.
من ضمن ايضا الانواع الافات، الافات الحشريه. طبعا الحشرات او كلاس انسكتا زي ما احنا بنقول من اخطر انواع الافات اللي موجوده على كوكب الارض. انواع متعدده جدا بتفوق 3000 نوع. الحشرات لا بد ان يكون لكي اطلق على هذا الكائن ان هو بيتبع مملكه الحشرات، لابد ان تكون متوفره في الصفات العامه للحشرات اللي هي احنا كلنا لازم نكون عارفينها. احنا طبعا درسناها في منهج الصف الثاني اللي هو البيولوجي حشرات، فاحنا بنذكركم بيها لان احنا قلنا واتفقنا مع بعض اعزائي الطلبه والطالبات انه حلقه اليوم هي حلقه استثنائيه، حلقه بنرسي فيها القواعد الاساسيه اللي على اساسها بنكون مؤهلين للتوغل في دراسة أبواب المنهج المختلفة. إيه هي بقى الصفات العامة للحشرات؟ أول حاجة إنه جسم الحشرة لابد أن يكون مكون من 3 مناطق رئيسية: منطقة الرأس، ثم منطقة الصدر، ثم منطقة البطن. طب حد يقول يا دكتور طب ما في بعض الحيوانات بتتكون أجسامها برضو من 3 مناطق. إحنا بقى بنتطرق ل التحديد المستمر. يعني ايه التحديد المستمر؟ يعني في اشياء بتبقى مميزه للحشره عن بقيه انواع المملكه الحيوانيه. طيب الراس دي بتحمل زواد؟ طبعا بتحمل زواد. اول حاجه بتحملها الراس زوج من قرون الاستشعار. طب ايه هو قرن الاستشعار ده؟ هو عباره عن تركيب بتحمله الحشرات في منطقه الراس، بيتكون من الاصل والعزق والشمروخ. ده طبعا التركيب البيولوجي لقرن الاستشعار، وليه فوائد وانواع عديده جدا، العقدي والمنشاري والشعري، طبعا انواع كثيره جدا من قرون الاستشعار. احنا لسنا بصدد للتطرق لهذه الانواع، ولكن اللي يهمني ان انا اعرف انه قرن الاستشعار ده مهم جدا للافه الحشريه لانه بتستخدمه في التذوق والتعارف والتجمع وهكذا. طبعا ايضا من ضمن الزوائد اللي بتكون محموله على منطقه الراس في الحشرات الاعين المركبه. طب ايه الفرق بين العين المركبه والعين البسيطه؟ العين البسيطه اللي هي زي الاعين بتاعه الانسان مثلا او اعين الحيوان اللي هي بتكون مكونه من عدسه واحده، بينما الاعين المركبه بتكون مجموعه من العدسات وبتوجد زوج من الأعين المركبة على مقدمة الرأس في الحشرات، وعدد من الأعين البسيطة على شكل مثلث تقريبا بيكون عددها 3 أعين بسيطة، وبتستخدمها الحشرات في تمييز الألوان. أيضا من ضمن الزوائد اللي موجودة على منطقة الرأس في الحشرات أجزاء الفم. طب أجزاء الفم دي هل هي نوع واحد؟ لا، دي أنواع مختلفة جدا وانواع عديده جدا. في اجزاء فم قارض، يعني الحشره لها فك علوي ولها فك سفلي. في انواع حشر او ان اجزاء فم بتبقى ثاقبه، وفي انواع فم ثاقبه ماصه، وفي انواع اجزاء فم ماصه، وفي انواع اجزاء فم لاعقه، وفي انواع اجزاء فم قارضه لاعقه، وهكذا. انواع اجزاء فم متعدده وبتتحور طبعا لنوع الغذاء اللي بتتغذى عليه الحشره. وانا بدرس ليه بقى تحورات اجزاء الفم؟ علشان اختار نوع المبيد المناسب لنوع اجزاء الفم للحشرات. يا واديكم مثال، لو كان عندي اجزاء فم او حشرات ذات اجزاء فم من النوع القارض، فانسب مبيد ان انا استخدم الطعوم السامه لمكافحه هذا النوع من الحشرات. لو كان عندي مثلا حشرات ذات اجزاء فم ثاقبة مصة، فأنسب مبيد موجود عندي اللي هو المبيدات الجهازية. طبعا أنواع أجزاء الفم إحنا درسناها في الصف الثاني، فأنا اديتكم لمحة بسيطة عنها لأن هي هنتعرض ليها في أبواب المنهج المختلفة من حيث الوضع التقسيمي لكل الآفات الحشرية. أنا هدرسها من حيث نوع الرتبة أو اسم الرتبة، نوع أجزاء الفم، عدد الأديال، الطور الدار، وأيضا العوائل المختلفة للحشرات. طيب يبقى أنا عندي على مقدمة الرأس في زوج من قرون الاستشعار، وأيضا زوج من الأعين المركبة، وعدد من الأعين البسيطة، وأجزاء الفم. طيب المنطقة الثانية من مناطق جسم الحشرات
هي منطقة الصدر. طيب منطقة الصدر دي بتتكون من ايه يا دكتور؟ بتتكون من 3 حلقات صدرية، حلقة صدرية أولى تلي منطقة الرأس مباشرة، ثم حلقة صدرية ثانية، ثم حلقة صدرية ثالثة، يعني الصدر مكون من 3 حلقات. طيب كل حلقة من حلقات الصدر المختلفة بتحمل زوج من الأرجل المفصلية. طيب الأرجل المفصلية دي يعني إيه؟ يعني رجل بس بتكون متمفصلة، يعني بتتكون من أجزاء متمفصلة بتساعد الحشرة على الحركة، والأرجل دي بتبقى لها تحورات عديدة جدا درسناها في الصف الثاني، خدنا أرجل المشي، أرجل القفز، أرجل جمع حبوب اللقاح، أرجل القنص، وهكذا، يعني أنواع متعددة وتحورات مختلفة بتناسب النوع الحشري ومكان تواجده، وأيضا بتستخدم كوظيفة من وظائف الحصول على الغذاء أو على حبوب اللقاح. يبقى لازم الحشرة علشان أطلق عليها لفظ إنسكت أو حشرة لازم تكون محتوية على 3 أزواج من الأرجل المفصلية، يعني 6 أرجل. طيب الصدر بيحمل الأرجل فقط؟ لا، ده بيحمل حاجة تانية معاه أو زواد أخرى معاه اللي هي الأجنحة. الأجنحة مهمة جدا للحشرات لأن هي بتساعدها على التنقل والحركة والطيران، وبتساعدها على الهجرة، يعني عندنا نوع من أنواع الحشرات بيهاجر لآلاف الأميال من المسافات، زي مثلا الجراد. الجراد ده بيكون متواجد او اماكن تكاثره بتكون في منطقه، واماكن تغذيته بتكون في منطقه اخرى. اديكم مثال، الجراد الصحراوي اللي هو بيهاجم المزروعات والمحاصيل المختلفه اللي موجوده عندنا في جمهوريه مصر العربيه، بيجي لنا منين؟ بيجي لنا من 3 مناطق مختلفه، يعني هو بيتكاثر في 3 مناطق مختلفه. المنطقه الاولى بتكون عباره عن اليمن وشبه الجزيره العربيه، المنطقة التانية بتبقى شرق السودان والحبشة، المنطقة التالتة اللي بيهاجر منها الجراد لجمهورية مصر العربية هي الصحراء الكبرى وغرب السودان. ثم أنا واجب عليا أن أنا أعرف أماكن كفرق مكافحة طبعا عندي في جمهورية مصر العربية، أعرف أماكن تكاثر الجراد الصحراوي ومناطق التجمع بتاعته، وأبدأ أجري برنامج مكافحة متكامل للجراد الصحراوي في هذه الأماكن قبل أن يكون أسراب ويهاجم المحاصيل والمزروعات الموجودة في جمهورية مصر العربية، لأنه الجراد أعزائي الطلبة والطالبات هو أكبر تجمع حشري على وجه الكرة الأرضية، يعني لو احنا عدينا السرب بتاع الحشرات قد يفوق المليارات من الحشرات، وبالتالي لا يصعب مكافحة الحشرة أو مكافحة سرب الجراد عندما يكون أسراب ويبدأ بالهجرة إلى دولة من الدول المختلفة. أنا بدرس الحاجات، بدرس دورات الحياة، بدرس نوع التكاثر، بدرس أيضا مواسم الهجرة، بعمل سجلات مختلفة في حصر الآفات علشان أبدأ أكون مستعد ببرامج المكافحة المختلفة لمقاومة هذه الآفات. طيب الأجنحة دي بتكون متوزعة إزاي؟ بتكون متوزعة أعزائي الطلبة والطالبات، الزوج الأول من الأجنحة بيكون على الحلقة الصدرية الثانية بعد الحلقة الصدرية الأولى، يعني الحلقة الصدرية الأولى لا تحمل إلا الزوج الأول من الأرجل المفصلية فقط، بينما الزوج الثاني او الحلقة الصدرية الثانية بتحمل الزوج الثاني من الأرجل والزوج الأول من الأجنحة، ثم الحلقة الصدرية الثالثة بتحمل الزوج الثالث من الأرجل والزوج الثاني من الأجنحة. في بعض أنواع الحشرات بيكون لها زوج واحد من الأجنحة، بنسميها رتبة ذات الجناحين اللي بتشمل كل أنواع الذباب ما عدا الذبابة البيضاء، وكل أنواع البعوض بأنواع مختلفة، وأيضا كل أنواع الهاموش اللي احنا بنقول عليه الدودة الدموية أو هاموش القرص. طيب الأجنحة دي نوع واحد؟ لا يا دكتور، ده أنواع مختلفة جدا وتحورات مختلفة جدا. في عندي رتبة الحشرات حرشفية الأجنحة، في عندي رتبة الحشرات نصفية الأجنحة، في عندي رتبة الحشرات
ذات الجناحين، في عندي رتبة الحشرات غمدية الأجنحة، في عندي رتبة الحشرات غشائية الأجنحة، وهكذا عندي متساوية الأجنحة مستقيمة، وهكذا أنواع ورتب متعددة جدا بنقسم بيها الحشرات إلى رتب مختلفة لسهولة الدراسة والفحص. طيب البطن، يبقى أنا خدت منطقة الصدر وخدت منطقة الرأس، باقي عندي في الحشرات منطقة البطن. منطقة البطن أيضا بتبقى عبارة عن حلقات بطنية، عبارة عن كام حلقة؟ بتبقى في الغالب أو في المعتاد 11 حلقة بطنية، وفي نهاية هذه الحلقات البطنية بتكون متواجد فيها زوائد عبارة عن القرون الشرجية والزوائد التناسلية المختلفة. يبقى أنا عندي الآفة هي أي كائن حي بيضر بالإنسان وممتلكاته. طيب الآفة نوع واحد؟ لا، دي أنواع مختلفة، قسمناهم إلى 3 أنواع على حسب نوع المملكة أو اللي بتكون منها المملكة، سواء كان مملكة نباتية أو اللي بتنتمي لها الآفة، سواء كانت بتنتمي إلى المملكة النباتية بنقول عليها آفة نباتية، أو بتنتمي إلى المملكة الحيوانية بطلق عليها يا إما آفة حيوانية يا إما آفة حشرية. وعرفت الفرق بين الآفة الحشرية والآفة الحيوانية. الآفة الحشرية لازم أن يتوفر فيها الصفات العامة للحشرات اللي أنا لسه ساردها لكم من شوية بسيطة. طيب هل يا ترى الآفات الحشرية بتبقى نوع واحد؟ لا، دي بتبقى أكثر من نوع، قسمناهم إلى 3 أقسام رئيسية على حسب عدد العوائل اللي بتتغذى عليها هذه الآفات. أول نوع بقول عليها حشرات متعددة العوائل، أو بقول عليها بوليفاجوس. الأنواع أو المثال اللي عندي زي دودة ورق القطن، زي الحفار، زي الجراد. طب هل يا ترى دودة ورق القطن دي بتسيب القطن فقط؟ طب ما انا كده ممكن اتلخبط، ممكن اقول عليها ان هي وحيدة العائل لان هي متسمية بدودة ورق القطن. لا، هي اشهر محصول بتصيبه هو القطن، بينما ان هي بتعتبر من الحشرات متعددة الايه العوائل. احنا في الامتحان بتاع اخر العام ممكن نتعرض لسؤال في الجزئية دي، يقول لك ايه؟ يقول لك تفيد الدورة الزراعية في مكافحة باقي القصب الدقيقي ولا تفيد في مكافحة الحفار مثلا. طيب أنا لازم علشان أكون طالب متفوق وأكون طالب مهاري لابد من قراءة السؤال بتاع بنوع من أنواع الإمعان والفحص علشان أوصل للإجابة الصحيحة. هو قال تفيد الدورة الزراعية، ما ينفعش أجاوب السؤال من غير ما أكون عارف يعني إيه دورة زراعية، وده أنا درست في المحاصيل في مادة المحاصيل تعريف الدورة الزراعية. لازم إن أنا أستفيد من المواد المختلفة، لأن المواد عندنا اسمها مواد زراعية، يعني لابد أن تكون ملم إلمام كامل بكل هذه المواد وبكل هذه التخصصات. أنت بيبقى عندك 3 مواد في كل تخصص، لابد ان تكون بارع في التخصص، ولكن في مواد عامه زي المواد بتاعتنا دي اللي هي ماده الافات الزراعيه بتبقى بيتم تدريسها على كل التخصصات، وايضا ماده امراض النبات. المواد كلها احيانا بتتداخل وبتكون متشابهه في بعض ابواب المنهج، فانت كطالب لازم تستفيد من تداخل هذا التداخل بين المواد المختلفه. يعني مثلا الدوره الزراعيه ده انا درستها في مادة المحاصيل، والباشمهندس في مادة المحاصيل كان بيقول لي انه دورة زراعية مقصود بيها نظام تعاقب زراعة محصول معين في أرض معينة خلال فترة زمنية معينة. يعني بمنتهى البساطة ما ازرعش نفس المحصول في نفس المساحة في نفس المدة، يعني لازم أعمل عملية تنوع أو تنويع للمحاصيل المختلفة، لأنه المحصول اللي بيصاب بنفس الآفة هتلاقي عليه نفس الآفات بصورة متكررة. طيب أنا أكمل قراءة السؤال، هو بيقول لي تفيد الدورة الزراعية في مكافحة باقي القصب الدقيقي ولا تفيد في مكافحة الحفار. طيب الدورة الزراعية لو أنا نوعت في المحاصيل بالنسبة لباقي القصب الدقيقي، هو باقي القصب الدقيقي مونوفاجوس أو بقول عليه وحيد العائل، يعني لا يصيب إلا القصب فقط، وبالتالي لما بحرم هذه الآفة من زراعة المحصول في هذه المساحة محصول القصب خصيصا،
معناها انه بيموت او بيهاجر او بيسيب المكان اللي عندي، وبالتالي انا بتفادى المحصول في السنوات القادمة من الإصابة ببق القصب الدقيق. بينما الحفار ازرع له قصب هيقول لك اوكي، ازرع له ذرة ما عندوش مشكلة، أرز ماشي، يعني متعدد الايه العوائل. ايضا من ضمن التقسيم اللي عندي اللي هو حشرات محدودة العوائل، وكلمة محدودة أعزائي الطلبة والطالبات مقصود بيها إنه بيتغذى على عدد محدود من المحاصيل، يعني قد هذا العدد ممكن إن أنا أعده على أصابع اليد. المحاصيل اللي عندي أو الأمثلة اللي عندي زي ديدان اللوز. ديدان اللوز يعني مقصود بيها الفراشات أو الديدان اللي بتصيب لوز القطن، عشان كده سميتها ديدان اللوز. أنواع ديدان اللوز الموجودة عندي 3 أنواع، اللي هي دودة اللوز القرنفلية، وزي ما أنتم شايفين في الصورة أدي اليرقة بتاعة دودة اللوز القرنفلية. طبعا احنا معودينكم في شاشتنا الجميلة، شاشة في بيتنا مدرسة، بنجيب لكم المعلومة بالصوت والصورة لزيادة التذكر، وإن أنتم تبقوا عارفين الجانب المهاري. احنا بنركز أعزائي الطلبة والطالبات في دراستنا في هذه الآونة على إعداد طلاب مؤهلة للالتحاق بسوق العمل، سواء سوق العمل المحلي أو سوق العمل الإقليمي أو على حتى على الصعيد الدولي. أنت لو سافرت أي دولة وبتكون طالب مؤهل وطالب مهاري في المهنة اللي أنت بتشتغل فيها، هتحصل على دخل كويس وبيزيد دخلك، وبالتالي بيزيد الدخل القومي على الصعيد الدولي. طبعا انا علشان المعلومة تثبت في ذهني لابد ان اكون طالب مهاري، يعني اديت المهارة بايدي وحصل عندي عملية تدريب وعملية اعداد وعملية التزام بقواعد السلامة والصحة المهنية اثناء اجراء المهارات المختلفة اللي موجودة في ابواب المنهج اللي احنا هندرسها مع بعض باذن الله. طبعا ديدان اللوز اللي عندي 3 أنواع، النوع الأول بقول عليه دودة اللوز القرنفلية، النوع الثاني بقول عليه دودة اللوز الشوكية، والنوع الأخير دودة اللوز الأمريكية. ودي طبعا ما بقاش ندرسها في المنهج لأنه محصول القطن طبعا أنتوا عارفين أنه كان بيطلق عليه زمان اللي هو الذهب الأبيض، ولكن في الآونة الأخيرة حدث أنه بعض المزارعين أو معظم المزارعين بدأ ان هو يزرع محاصيل حقلية اخرى، وبالتالي المساحة المنزرعة من محصول القطن في اضمحلال مستمر. واحنا بنناشد وزارة الزراعة من هذا المنبر زيادة الرقعة الزراعية، لانه محصول القطن من المحاصيل الاستراتيجية، واحنا ربنا حبانا بنوع معين من انواع او الاصناف اللي هو الصنف طويل التيلة، وده طبعا كنا احنا كقطر مصري مميزين به لأنه بيجود في المناخ المصري. من ضمن أيضا الحشرات محدودة العوائل اللي هي الثاقبات بالسه. طبعا الثاقبات مقصود بيها حشرة بتعمل ثقب أو بتصنع ثقب داخل سيقان النباتات، ده باختصار شديد جدا. هذه الثاقبات طبعا خطورتها إن هي بتكون داخل النبات، فبيصعب مكافحتها أو بيصعب أيضا ملاحظتها. الثاقبات اللي عندي بتشمل أيضا 3 أنواع من الحشرات، اللي هي دودة القصب الكبيرة ودودة القصب الصغيرة ودودة الذرة الأوروبية. طبعا الـ3 أنواع دول بطلق عليهم الثاقبات لأنه هم بيعملوا ثقوب في ساق النباتات. النوع الثالث والأخير وأنا اديتكم لمحة عنه اللي هي الحشرات وحيدة العائل، يعني بتتغذى على عائل نباتي واحد، والمثال اللي عندي اللي هو بق القصب الدقيق. طبعا احنا جايبين لكم هنا في الصورة ايضا هذا مثال لحشرة بق القصب الدقيق، واللي في يمين الشاشة من اعلى ده الجراد وده الحفار ودي دودة اللوز القرنفلية ودي طبعا اليرقة، وايضا هنا ده بق القصب الدقيق. هنتطرق ايضا لجزئية مهمة جدا في المنهج اللي هو طرق التعرف على مظاهر الإصابة بالحشرات المختلفة والآفات الحيوانية.
أعزائي الطلبة والطلبات، ما ينفعش إن أنت حضرتك تكون مؤهل وحاصل على شهادة إن أنت مهندس زراعي ويبقى عندك صعوبة في تحديد مظاهر الإصابة بالآفات المختلفة. أنا عندي الآفات زي ما احنا أخدنا من شوية متعددة، عندي آفات نباتية، عندي آفات حيوانية، عندي آفات حشرية. كل آفة من هذه الآفات بتظهر أو بتحدث أعراض إصابة مختلفة على المحصول. طب أنا بدرس ليه أعراض الإصابة؟ لأن أنا ممكن ما لاحظش الآفة نفسها، يعني الآفة ممكن تكون مختبئة أو غير واضحة للإنسان البسيط إن هو يعرفها، زي مثلا إن متودة لابد من أخذ عينة وفحصها لا إما في الحقل أو في المعمل، او ايضا الاكاروسات بيصعب على الشخص البسيط او المزارع العادي ان هو يلاحظ الاصابه بالاكاروسات. فانا لابد من خلال اعراض الاصابه المختلفه احدد نوع الافه اللي موجوده عندي، لانه التحديد الافه يعني تشخيص الافه. فكل افه من الافات زي ما انا ذكرت من شويه لها نوع معين من برامج المختلفه المكافحه الخاصة بها، وبالتالي لابد من تحديد نوع الآفة بشكل صحيح لتحديد برنامج المكافحة بشكل أيضا صحيح. طيب أنا بدرس كذا نوع من أنواع مظاهر الإصابة اللي عندي. بدرس أول حاجة مظاهر الإصابة بالآفات اللي بتتغذى بقرض العائل. زي ما أنا قلت من شوية أنا عندي أنواع مختلفة من أنواع أجزاء الفم، أيوة، يبقى أنا بستفيد منها هنا. يبقى انا اتوقع انه انا هدرس الافات اللي هي ذات اجزاء الفم القارض. طيب المثال اللي عندي او الامثله اللي عندي زي ايه؟ زي مثلا دوده ورق القطن، زي مثلا ديدان اللوز القرنفليه، زي مثلا الحفار. كل نوع من هذه الانواع بيبقى له اجزاء فم من النوع القارض وليه مظاهر اصابه مختلفه عن الاخر. اديكم مثال، يعني دودة ورق القطن هتوقع انه مظاهر الاصابة بتاعتها بتكون على المجموع الخضري. طيب ديدان اللوز هتوقع انه مظاهر الاصابة بتاعتها هتكون على المجموع الثمري والزهري والثمري اللي هو الازهار والثمار، يعني اللي موجودة على محصول القطن. طيب النوع الثالث اللي هو الحفار، الحفار يبقى اتوقع انه مظاهر الاصابة هتكون اسفل سطح التربة، يعني هو بيتغذى على الاجزاء النباتية الموجودة أسفل سطح التربة. زي إيه هي؟ إيه هي الأجزاء النباتية الموجودة عندي أسفل سطح التربة؟ اللي هي الجذور والأجزاء النباتية زي الدرنات زي الكرمات، دي كلها بتبقى أجزاء نباتية متواجدة أو موجودة أو بتنمو أسفل سطح الإيه؟ التربة. طبعا أنتوا خدتوا بيولوجي الصف الأول وخدتوا فيه التركيب أو الشكل الخارجي أو الشكل الظاهري للنبات. طبعا انتوا عارفين انه اي نبات لابد ان يكون مكون من مجموع جذري وليه فوائد اللي هي التثبيت وامتصاص الماء والعناصر الغذائية، مجموع خضري بيشمل الساق اللي هي بتحمل الاوراق وايضا بتحمل الازهار والثمار. طبعا من ضمن ايضا او هناخد ايضا ان شاء الله اللي هي مظاهر الاصابة بالحشرات اللي بتتغذى بامتصاص عصارة النبات. يعني انا هتوقع انه الحشره اللي هتبقى موجوده عندي هتبقى اجزاء الفم بتاعتها من النوع الثاقب الماص. زي ايه؟ هدرس مثلا الحشرات القشريه ومظاهر الاصابه بيها. طب انا يعني ايه حشره قشريه؟ يعني حشره على سطحها الخارجي نوع معين من القشور، سواء كان قشور سوداء بقول عليها الحشره القشريه السوداء، لو كانت القشره لونها احمر بقول عليها الحشره القشريه الحمراء، لو كانت على شكل محار بقول عليها الحشرة القشرية المحارية، وهكذا. الحشرات القشرية عموما بتفضل إصابة الموالح وأشجار الحلويات وبعض أنواع الأشجار زي الفيكس مثلا. الآفة دي خطورتها إنه أعدادها كبيرة جدا وبتتغذى بامتصاص عصارة النبات وبتعمل عملية ضرر غير مباشر على النبات من خلال إن هي بتحجب الضوء عن الأوراق النبات، وبالتالي النبات لا يستطيع ان هو يقوم بشكل سليم بعملية البناء الضوئي، لان انتوا عارفين ان الضوء شرط اساسي لاتمام عملية البناء الضوئي. طيب يبقى انا عرفت النقطة دي. طب ايه كمان؟
الحشرات القشرية خطورتها أيضا إن هي بتنقل الأمراض الفيروسية لأنه أجزاء الفم بتاعتها من النوع الثاقب الماصل. من ضمن أيضا الحشرات اللي بتتغذى بامتصاص عصارة النبات المن. المن ده حشرة خطيرة جدا، في منه أنواع مجنحة وغير مجنحة، يعني لها أجنحة وأنواع عديمة الأجنحة. بيتكاثر بأكثر من وسيلة، قد يتكاثر تكاثر جنسي وقد يتكاثر تكاثر لا جنسي اللي احنا بنقول عليه بين قوسين البارسينوجينسيس أو اللي بيسموها التوالد البكري. يعني ايه توالد بكري؟ يعني قدرة الحشرة على وضع صغار بدون تزاوج. طيب الظاهرة دي موجودة في المن بس؟ لا، دي موجودة أيضا في ذكور نحل العسل، لأن هي بتبقى أحادية الصبغيات أو أحادية الكروموسومات اللي احنا بنقول عليه إن أو نون من المجموعات الصبغية. ودي طبعا بيبقى عبارة عن إنه البيض بتاع الملكة لا يتم تلقيحه، وبالتالي بيحدث فيه انقسام وبيديني ذكور فقط. طبعا انتوا عارفين ان الملكة بتضع نوعين من البيض، بيض مخصب وبيض غير مخصب. طبعا البيض المخصب قد يفقس الى ملكات وقد يفقس الى شغالات. الملكة او الشغالة بتبقى بتختلف او بتنمو على هيئة ملكة او على هيئة شغالة على حسب عدد ونوع الغذاء اللي بتتغذى عليه. لو تم تغذية اليرقات 5 أيام متتالية على غذاء ملكي فدي بتبقى ملكة، لو تم تغذيته على 3 أيام غذاء ملكي ويومين خبز النحل دي طبعا بتبقى الشغالة. والنوع الثالث أو النوع الثاني من البيض اللي هو الغير مخصب ده اللي بيديني ذكور النحل. طبعا المن بيحدث فيه الظاهرة اللي أنا قلت لكم عليه، بيضع أعداد أو الحشرة بتضع أعداد ضخمة جدا من الحريات. طبعا حابب برضو من القواعد الأساسية في منهجنا إن أنت تعرف نوع التطور، زي ما عرفت نوع أجزاء الفم ونوع الأجنحة وتحورات الأرجل، وتعرف أيضا يعني إيه تطور. تطور معناها إنه الحشرة بتتم أو بتمر بسلسلة من المراحل التطورية، بداية من وضع البيض وحتى الوصول إلى الحشرة الكاملة. أنا عندي حشرات عديمة التطور، وعندي حشرات ناقصة التطور، وعندي حشرات ذات تطور تام، وعندي حشرات ذات تطور قريب من التام. ناخدهم مع بعض كده في عجالة. عديمة التطور يعني ملهاش مراحل تطورية مختلفة. طيب ناقصة التطور يعني إيه؟ يعني الحشرة الأنثى بتضع البيض بعد التزاوج، البيض بيفقس ويدي حريات، والحريات دي بتتغذى وتنسلخ وتديني حشرة كاملة. طبعا الحرية بتشبه الحشرة الكاملة ولكن بتكون أصغر في الحجم وغير ناضجة جنسيا، يعني لا يتم التزاوج بين حرية وأخرى. العملية اللي أنا قلتها من شوية اللي هي عملية الانسلاخ يعني تغيير الجلد، دي عملية حيوية بتوجد في الحشرات وبعض أنواع الحيوانات الأخرى زي الثعابين مثلا. العملية دي بتتم لأنه نوع التركيب الخارجي لجلد الحشرات بيكون الجلد فيها أو الجدار الخارجي فيها من النوع الصلب أو من النوع الشيطيني أو بنقول عليه الكيتين، ودي مادة بتشبه الأظافر في الإنسان، تبقى صلبة جدا، وبالتالي الحشرة بتبقى غير قادرة على النمو والامتداد في جسمها، وبالتالي لابد من تغيير هذا الجلد بميكانيكية، بعملية ميكانيكية بنقول عليها ميكانيكية الانسلاخ، والخروج بجلد أكبر وأوسع لكي تستطيع ان هي تنمو وتكبر في الحجم. العملية دي باختصار علشان تكونوا انتوا عارفينها ان شاء الله في سنة ثالثة هي عملية الانسلاخ. طب انا بدرسها ليه؟ لان انا ممكن استخدم حاجة بقول عليها مانعات الانسلاخ، يعني تمنع حدوث هذه العملية، وبالتالي بتموت الحشرة داخل جلدها القديم، وبالتالي بكسر دورة حياة الآفة اللي موجودة عندي. كل شيء أو كل حاجة من الأبواب أنا مش بدرسها اعتباطا، أنا بدرسها لأنه ليها فايدة في السيطرة على التعداد الحشري اللي موجود عندي، وبالتالي
الحشرات بتظل دون الحد الاقتصادي الحرج، وبالتالي لا تحدث عندي ضرر اقتصادي. طب حد هيقول لي يا دكتور الكلام ده كبير، يعني ايه الحد الاقتصادي الحرج للإصابة؟ الحد الاقتصادي الحرج للإصابة ببساطة معناه الكثافة العددية للآفة، يعني تعداد الآفة التي عندها يجب البدء في استخدام طرق المكافحة المختلفة. يعني ايه؟ يعني عدد الآفات اللي لما تصلوا هذا النوع من الآفات لابد أن أتدخل ببرنامج مكافحة معين، لأنه لو أنا تركت هذا العدد هيتزايد، وبالتالي بيحدث أعراض إصابة على النبات، وبالتالي بيحدث ضرر اقتصادي، يعني بيحدث خسارة في المحصول. كل المصطلحات دي أعزائي الطلبة والطالبات لابد أن أنت تكون ملم بيها، لأن هستخدمها أكتر من مرة إن شاء الله في أبواب المنهج المختلفة. طيب المن زي ما انا قلت لكم من شويه آفه خطيره جدا، اجزاء الفم بتاعتها من النوع الثاقب الماست، بتمتص عصاره النبات بكميات كبيره جدا، وبتحدث ما يسمى او ما نطلق عليه الندوه العسليه، والندوه العسليه دي بتبقى مشكلتها انه بيتجمع عليها المن وبيلتصق على اوراق النبات الاتربه المختلفه، وبتحجب الضوء ايضا عن الورقه، وبالتالي النبات لا يستطيع القيام بعملية البناء الضوئي. وأيضا من الخطورة بمكان إنه المن ده بينقل لي الأمراض الفطرية والأمراض الفيروسية، لأنه بيتجمع على الندوة العسلية أيضا فطريات العفن الأسود. من الحشرات أيضا اللي احنا هندرسها في الأجزاء أو مظاهر الإصابة بالحشرات ذات أجزاء الفم الثاقب الماس، اللي هي الذبابة البيضاء وأيضا التريبس. والذبابة البيضاء بتشتهر أو من أحد المميزات لمظاهر الإصابة الخاصة بها إن هي بتعمل على ظهور لون أحمر طوبي على السطح أو أحمر داكن على السطح العلوي للورقة، بيقابله على السطح السفلي للورقة لون أحمر باهت. واللي بيميز أيضا الإصابة بالتريبس تجعد الأوراق، يعني الورقة بتكون متجعدة، وايضا ظهور بقع ذات لون فضي او فضيه اللون على السطح السفلي لاوراق النباتات. بنتطرق ايضا بالدراسه اعزائي الطلبه والطالبات للحشرات اللي هي ذات الطابع الخاص. يعني ايه ذات الطابع الخاص؟ يعني لها خصوصيه في التغذيه، لها طابع خاص في التغذيه. يعني ايه؟ يعني هي لها طريقه معينه في الحصول على الغذاء، واحنا قسمناهم لنوعين. حشرات بتتغذى او بتصنع انفاق في الاوراق زي ذبابه البنجر وناخرات اوراق الفول، وحشرات بتصنع انفاق في الاخشاب، ودي بنقول عليها ناخرات الاخشاب. والمثال اللي هيبقى موجود عندي اللي هو حشرات النمل الابيض، ودي طبعا حشره خطيره جدا لان هي بتصيب الاخشاب، سواء اي ماده بتحتوي على السليلوز بتصيبها او بيصيبها النمل الابيض. طبعا بيصيب الاخشاب سواء كان في المواني او في مغالق الاخشاب، وده او حتى الاساس المتواجد في المنازل من الاسره والدواليب، وحتى ارضيات اللي بتبقى من النوع الباركيه او الارضيات الخشبيه، هو اي ماده فيها سليلوز بيتغذى عليها وبيحدث اضرار، بيحدث اضرار خطيره جدا للمحاصيل والمواد الخشبيه اللي موجوده عندي. ايضا هنتطرق بالدراسه للافات الحيوانيه. زي ما انا قلت لكم من شويه انا عندي افات حشريه وعندي افات حيوانيه. طب الافات الحيوانيه اللي موجوده عندي في المنهج في الجزئيه دي اللي هي الاقاروصات، انا قلت لكم ان الاقاروصات بتبقى عباره عن نوع معين من العناكب صغيره في الحجم، بيصعب رؤيتها بالعين المجرده، واجزاء الفم بتاعتها بتكون متحوره لامتصاص عصاره النبات. ومن ضمن المميزات للأقاروصات أو مظاهر الإصابة بالأقاروص، ده أقاروص العنكبوت الأحمر بيسبب بقع حمراء بنفسجية اللون على الأوراق، بتكون موجودة حول العرق الوسطي. وأقاروص الحلويات بيسبب بقع ذات لون أبيض، وأقاروص الموالح البني بيسبب بقع صفراء اللون على أوراق الموالح. والنوع الأخير في حلقة النهاردة اللي هندرسه
اللي هي الآفات الحيوانية اللي المثال بتاعها النيماتودة. وأنا قلت لكم تعريف للنيماتودة باختصار: حيوانات دودية أسطوانية بتتحرك حركة ثعبانية، بتوجد في التربة أو داخل جذور النباتات، وبتسبب أضرار خطيرة جدا للمحاصيل الزراعية المختلفة. بكده أعزائي الطلبة والطالبات يكون خدنا في حلقة اليوم فكرة عامة عن مادة الآفات، وخدنا يعني إيه آفة، وقلنا إنه الآفة بتبقى عبارة عن أي كائن حي بيضر بالإنسان وممتلكاته. وإحنا قسمنا لكم الآفات لثلاث أنواع رئيسية: آفات نباتية وآفات حيوانية وآفات حشرية. وقسمنا الآفات الحشرية لثلاث أقسام رئيسية على حسب عدد العوائل اللي بتتغذى عليها. قلنا آفات حشرية متعددة العوائل، آفات حشرية محدودة العوائل، وآفات حشرية وحيدة العائل. وبعد كده ادينا لكم لمحة عن مظاهر الإصابة بالآفات الحشرية المختلفة، سواء كان الحشرات اللي بتتغذى بقرض العائل زي دودة ورق القطن وديدان اللوز والحفار، والحشرات اللي بتتغذى بامتصاص عصارة النبات. وادينا لكم فكرة زي مثلا حشرة الحشرات القشرية، وأيضا المن والذبابة البيضاء والتريبس، وأيضا الحشرات ذات الطابع الخاص، وقلنا صناعات الأنفاق في الأوراق، وأيضا صناعات الأنفاق في الأخشاب، وقلنا المثال بتاعها النمل الأبيض. وبعد كده خدنا اللي هو الآفات الحيوانية، وقلنا الآفات الحيوانية اللي هي لا تنطبق عليها الصفات العامة للحشرات اللي أنا قلتها لكم في بداية الحلقة، وخدنا منها اللي هو الأقاروصات وأيضا النيماتودة. قلنا الحلقة النهاردة حلقة استثنائية بنضع فيها الأسس العامة اللي هندرس على أساسها بقية أبواب المنهج بإذن الله. عرفنا يعني إيه رتبة حشرية، عرفنا يعني إيه عائل اللي هو العائل النباتي اللي بيتغذى عليه الآفة، عرفنا أيضا يعني إيه الطور الدار اللي هو بيسبب أضرار على النبات، اللي هو نوع التطور اللي بيسبب أضرار على النبات. قلنا يعني إيه أيضا نوع التطور، قلنا حشرات ذات تطور ناقص يعني بتمر بثلاث مراحل: بيضة وبعدين حورية وبعدين حشرة كاملة، وحشرات ذات تطور تام يعني بتمر بأربع مراحل: بيضة ثم يرقة ثم اليرقة بتتغذى وتنسلخ، وعرفنا يعني إيه انسلاخ، ثم عذراء في شرنقة. الشرنقة دي ممكن تكون من الطين، ممكن تكون من نشارة الخشب، ممكن تكون من الحرير، ثم بعد فترة بتتحول هذه العذراء إلى حشرة كاملة. ثم تطرقنا بعد ذلك إلى دراسة العوائل الحشرية، وعرفنا يعني إيه عائل حشري، يعني العائل اللي بيتغذى عليه النبات وعدد الأجيال. وبكده أعزائي الطلبة والطالبات نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم. كان معكم من التلفزيون المصري دكتور وائل شلال، على أمل أن ألتقي بكم في حلقات مقبلة بإذن الله. نشكركم ونحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.